السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في وصفه جديده من وصفات مطبخنا ساره. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير موس وشوكولا بطريقه بسيطه سهله، تحتاج مقادير كثيره. لتحضير موس وشوكولا نحتاج الى المقادير التاليه. هنا عندي 175 غرام شوكولا نوار او الشوكولاته السوداء، تختاروا اي شوكولا تبغوها. 4 بياض بيض، نحتاجوا 4 بيض. أني مخرت صفار على البياض، صفار هنا وحده والبياض وحده. هنا عندي 30 غرام زبدة و 30 غرام سكر عادي. إذا بسم الله نبدأ في طريقة التحضير. أول شيء راح نذوبوا الشوكولا تاعنا. هنا الشوكولا يعني قادرين تذوبوها في حمام مائي أو حمام مريم أو باماغي، كما قادرين تذوبوها في الميكرووند. أنا غادي نذوبها في الميكرووند. اذا من تكون الشوكولا تاعنا تذوب، في هذا الوقت نخدموا البياض تاعنا، نديروا البياض البيض في الخلاط. ونطلعوه يعني عناش، كي نشوفوه ولا موس نزيدوا له السكر. اذا كي يولي موس كما راكم تشوفوا طلع البياض تاعنا، نضيفوا له السكر ونخلوه يزيد يتخلط شويه. اذا خلاص راه طلع بياض البيض تاعنا كما راكم تشوفوا، وهنا الشوكولا تاعي كذلك راهي دابت. اذا هنا راح نضيف لها الزبده ونعاود ندخلها في الميكرووند قد ما غير تذوب الزبده، ونعاود نخرجها. اذا هكذا هاي دابت لنا الزبده كما راكم تشوفوا، نخلطوها مليح مع الشوكولا هكذا. بعد ما نخلطوا الزبده مع الشوكولا مليح، الان راح نضيفوا صفار البيض تاعنا. ونخلطهم كاع مع بعض. هكذا اذا بعد ما يدخلوا جميع هاد العناصر مليح مع بعضهم بعض، الان راح نضيفوا بياض البيض غير بشويه. اول شيء ندو غير شويه من بياض البيض هكذا، نخلطوه مع الشوكولا. هنايا هنا من يكون اول بياض البيض ندخلوه، يعني ما تخافوش عليه، قاعدين نتحركوه يعني عادي، ماشي مشروط من فوق لتحت. هنا باش يخفف لنا شويه الشوكولا تاعنا. نفرغوا الشوكولا تاعنا هنا مع البياض البيض اللي بقى، فرغوها كاع ونبداو هنا نخلطوا من فوق لتحت. تخلطوا كل شيء مع بعض مليح. اذا هكذا بعد ما يتخلط لنا بياض البيض مليح مع الشوكولا، هكذا الخليط تاعنا راه جاهز. اذا نوخروا الخليط تاعنا ونفرغوه في الكيسان اللي غادي نديروا فيهم. قدو ديروهم يعني في ديغانكان ولا في كيسان، يعني اي شيء تاع تقديم. ونفرغوا الموس تاعنا. لي غامكا او في الكيسان عفوا،
اذا بعد ما نكملوا ونفرغوا الخليط تاعنا كامل في الاكواب او في الكيسان كما راكم تشوفوا، الان راح نغلفهم بالفيلم اليمونتير او بيان نغلفش بلاستيك الشفاف هكذا. هكذا ونغلفوهم كامل مليح إذن بعد ما نغلفوهم كامل هكا بالغلاف بلاستيكي الشفاف، الآن ندخلوهم للثلاجة يقعدوا يعني على الأقل ساعة واحدة، كل ما يكون أكثر كل ما يكون أفضل، أقل شيء ساعة، ونخلوهم حتى يتماسكوا مليح ونخرجوهم من الثلاجة. إذن هذا هو موس الشوكولاتة تاعنا، راهو جد كما راكم تشوفوا راه جمد غاية، يعني كما قلت لكم نخلوه على الاقل ساعة، وكل ما كثروا كل ما يكون مليح، يعني ساعتين ثلاثة، كل ما تكثروا السوايع كل ما يجمد اكثر واللي افضل. اذا هنا راني درته بالشوكولا نوار او الشوكولاتة السوداء، اذا ما تحبوش الشوكولاتة السوداء قادرين ديروها يعني بالشوكولا اولي او الشوكولاتة بالحليب، كذلك تجي شابة بزاف وبنينة. نقربها لكم هنايا باش تشوفوها، هذه هي هكذا، ها هو القوام تاعها كما راكم تشوفوا، وهنايا تجي رائعة ومتماسكة ولذيذة جدا، وتجي كتحلية يعني في سهراتكم يعني في رمضان او بعد الغداء هكذا. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناة. الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله، مع السلامة.